فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما نسيناه فابتدرنا، وما قصرت عنه أعمالنا وأعمارنا وآمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ علينا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وآنس وحشتنا إذا أمتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا. اللهم أنت الذي بقدرتك خلقتنا وبلطفك هديتنا وبجميل سترك سترتنا، وفي أحسن صورة صورتنا، ومن خير أمة أخرجتنا، فاتمم علينا نعمك التي لا تعد ولا تحصى، واجعلنا ممن هدى واهتدى وسمع ووعى، وممن سبقت لهم منك الحسنى، وممن نال أفضل ما يتمنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، ولا ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم بك لاذت قلوبنا، وعلى بابك ناخت مطايانا، وبحب